أهلا بالزملاء وحياكم مشاهدينا. اليوم الناسف أسبوع غير لأنها بنكهة عربية ولأن السفر مؤثر على كل العالم. خلونا نشوف كيف مؤثر على عشاق السفر. إحنا أشخاص عاديين وتأثرنا لأن ما نقدر نسافر. الناس اللي يعشقوا السفر وحياتهم ومهنتهم تعتمد على السفر كيف تأثروا؟ اليوم معانا مؤثر مواقع التواصل الاجتماعي وعاشق السفر توباسي. هلا وسهلا فيك أحمد. أهلا وسهلا فيكي. نورتنا. الله يزيد. أول شيء أبغى أعرف ليش اخترت تحديداً أنك توثق تجاربك حق السفر؟ طبعاً اخترت أن أوثق تجاربي حق السفر عشان أفيد العالم اللي حابين يسافروا وأدلهم على المناطق السياحية، مش بس المناطق المذكورة مثلاً في الأماكن السياحية. أنا بحب أروح على أماكن يعني شوي مش مشهورة يعني مش أشهرها يعني، بس أدل الناس عليها. يعني مو كثير يروحونها زوار مثلاً من العرب فأنت توجههم عليها. طيب الحين نجي للمهم، أنا واحدة من الأشخاص المتأثرين بعدم السفر رغم أني ما سافر كثير، فقول لي أنت كيف حال النفسية؟ والله النفسية صعبة، بس طبعاً يعني ما في في إيدنا إشي يعني نعمل، بس بصراحة يعني هذا فتح عيوننا على سياحة داخلية. هذا اللي اكتشفناه يعني أنه نطلع في يعني داخل دولة الإمارات وين نلاقي حالنا في سياحة داخلية. هذا بعد الحظر طبعاً، فشفنا شغلات لأنه ما بنقدر نسافر، وإذا كان في أماكن مسموح السفر كان شوي صعب وخطرة، فإحنا ما بدنا ناخذ ريسك على الموضوع، فكنا شوي سياحة داخلية بين يعني دبي، رأس الخيمة، أبوظبي، فجيرة، يعني كنا نعملها في الإمارات. بس أنت ما قلت كيف حال النفسية، واضح كيف تطلع أنك ما تأثرت. أنا ما بقدر أحكي لك عن النفسية يعني كيف بدي أحكي لك، يعني هي شغلة أخذت منك يعني بصراحة، يعني ما بتقدريش تعبري عليها يعني، لأنه هذا السفر كان سنوي، تطلعي سفر تجهزي حالك وكان في بلان وكان في إشي، بس هسا ما بتقدر تعمل إشي. فما بدي أحكي أنه النفسية صعبة، بس لا النفسية أنه محفز أنه نطلع أكثر السنة هاي، يعني إن شاء الله بس تروح كورونا إن شاء الله نطلع. خلاص برتب أكبر. برتب كم سفرة للآن؟ ثلاثة من هول آخر السنة زي الأمور إن شاء الله. لا إن شاء الله. طيب أنت رحت مناطق كثيرة ومدن كثيرة، قلت لك حتعيش في مكان واحد طول عمرك، وين تختار؟ السويد. السويد أحلى شيء بالنسبة لك، إيش أكثر شيء ملهم فيها وحلو خليك تعيش كل عمرك فيها؟ البيئة، طبيعة البلد، يعني الناتشرال تبع البلد، يعني كمان الكلتشر، كثير الكلتشر والأكل وشغلات هاي. يعني أنا لفيت بصراحة في دول أوروبا أكثر شيء أنا بحب لما أسافر، أسافر على دول تاريخية فيها هيستوري في الموضوع. ما بحب يكون الأتراكشن اللي رايح عليه أنا يعني شغلات حلو إنه يكون ترفيه، بس أنا بحب على مدن قديمة، مدن يعني معروف عنها في أصالة في التاريخ، وبحب أزورها وبحب ألفها. يعني أنا ما بستعمل مثلا الترين أو الطيارة في سفري، أنا بنزل في مدينة وباخذ سيارة وبلف حوالي 30 يوم بالسيارة حول المدن هذيك، يعني كثير حلو. مدن كثيرة، فعشان هيك السويد لما إن شاء الله يعني إذا صح لنا الأمل نروح نعيش فيها إن شاء الله. طب أحمد، الآن الشخص لما يسافر كثير بغرض الاكتشاف والتوثيق، هذا شيء يغير شيء في شخصيته، إيش شيء في شخصيتك يتغير؟ تغيرت فكرك. الفكر طبعا بتغير والشخصية بتتغير، انه تصير تطلع الى الاحسن، تصير تطلع كيف يعني مثلا المدن التاريخية كيف انبنت، كيف صاروا، كيف عاشوا. يعني مهما كان عندك صعوبات في الحياة، لما تطلع على هاي المدن كيف الناس قبلنا عاشوا، هاي برضه بيعطينا حافز. تفكيري تغير اني اطلع على الشغلات من اكثر من زاوية عشان اشوفها كيف انا افهمها قبل ما اعيشها. يعني بتفتح عيوننا على شغلات، وطبعا وتكنولوجيا وشغلات بالكلتشر وإشي يعني خلت عندك شوي صبر انك ما تستعجل في الاشياء 100%، لانه طبعا انت لما تسافري يعني مش كل المدن مثلا تحكي عربي او انجليزي، فانت لازم تتعاملي معها بناء على انك انت ما بتحكي اللغه وهم ما بيحكوا اللغه، فبدك تتفاهمي. طبعا كثير في مواقف، كثير كان في مواقف يعني حلوه ومواقف. احكي لي موقف كان حلو. مواقف حلو يعني ما حدا بيفهم، ما قدرت تفهم بعض باللغة بصراحة. كان ما في كان في وجه تفاهم بيني. كنت في إيطاليا في الأمالفي كوست، وكنت مستأجر سيارة يعني من فرنسا وسايقها كل الوقت لأمالفي كوست. فوقفني شرطي إيطالي فحكى لي أعطيني وراءك، فقلت له أوكي، أعطيته جوازي، أنا أحمل الجواز الأردني،
واعطيته رخصه قيادتي، رخصه قياده اماراتيه وراي السياره فرنسيه وانا موجود في ايطاليا، فهو حطه مع السياره هيك صار يحكي لي يعني انا مش عارف جو، ما حكاش يعني صار يطلع هيك وقال لي روح. فشوي كان الموقف يعني انا بدي اضحك بس بتعرف يعني بتقدريش تاخذ الموقف مضحك لانه شوي بس هلا عم بتقوله وعم تضحك كثير. انا يعني انا كيف رده فعله البادي لانجوج تبعه كان كثير كثير مضحك يعني، بس انا بقدر يعني جهوده كانت يعني، يعني كان شوي متوتر يمكن لما شافهم يعني. اكيد اول رحله لك فين حتكون؟ سويس ولا مكان ثاني؟ سويد. سويد أول رحلة لك هتكون؟ آه هاي حالياً إحنا التخطيط على السويد إن شاء الله أول شيء. طيب الناس اللي تبغى تسافر الآن وين تنصحهم يروحوا أحمد؟ والله هلأ ما أنت شايفة عشان الكورونا وفي كتير ريستريكشن، يعني أنا بهمني السلامة للجميع أولاً، يعني في كتير بلدان هلأ محافظين والناس تطلع على شو الزون تبعت الإمباكت يعني ما في شيء محدد تقدر تقول لنا يا اتجهوا إلى هنا أنا منه علي دائماً أنا بروح على أوروبا، يعني أنا يعني مثلاً فرنسا سويسرا ألمانيا إيطاليا هدول هم دائماً يعني كل سنة بزورهم يعني. لا يعني مع هذا الوضع الآن يعني مثلاً في أغلب الناس راحوا على المالديف الحين لأنه فهل في أماكن كذا ممكن تعطيها للمشاهدين على الأقل يعني يشيكوا عليها؟ والله أكيد الناس كلها بحاجة زي المالديف سيشيل هلأ شوي ريلاكسيشن يبعدوا عن الأجواء الناس الخلوة شوي يروحوا يعيشوا حياتهم، كله بروح على المالديف لأنه شوي في كان ضغوطات نفسية في موجة كورونا صحيح، فما أعتقدش إذا بيروحوا على يعني مدن مكتظة راح شوي ينبسطوا، فالكل بلجأ للمالديف السيشيل الجزر عشان إنه ما بيختلطوا في الناس أكثر. أكيد ما فيك ناس كثيرة يعني. فكثير أصحابي إلي بيسألوني وين نسافر، بقول لهم مثلاً اطلعوا على المالديف اطلعوا على السيشيل، في منهم بروح يعني جزر في أوروبا وفي أماكن تانية يعني. بس حلو هنا في الإمارات في كثير مناطق، إيش ممكن كمان هنا مناطق في الإمارات نروحها؟ والله المناطق كثيرة يعني، أنا زي ما حكيت لك فتحت عيوننا كثير كورونا على يعني أماكن كثيرة في الإمارات، يعني إذا بتحكي على الفجيرة في يعني الفجيرة فيها أكثر من أماكن يعني فيها منتجعات، في رأس الخيمة يعني رأس الخيمة حاليا يعني هي الأتراكشن كل الناس بتحكي عنه لأن قريبة من دبي عرفتي علي، ففيها كثير مجالات إنه الواحد جبل جيس والأكتيفيتي والمغامرات، وطبعا أبو ظبي في لها أماكنها المعينة. في جزيرة شو اسمها نواري أو صح الاسم؟ أحمد شكرا لوجودك معنا، شكرا لك أهلين نورتنا شكرا.